اهلا بيكو. في المحاضره النهارده هنتكلم عن الميتابوليزم. في البدايه كده انا عايز بس ادي نبذه مختصره عن البايوكيمستري. البايوكيمستري من المواد الشيقه في اليو اس ام ال ستيب 1، ولكن هي الفكره بس ان هي محتاجه تتفهم بطريقه معينه، ومحتاج افهم الطريقه اللي هتسال بيها في الامتحان. فمثلا يعني جزء كبير جدا من ضمن اسئله البايوكيمستري في الامتحان بيبقى في شكل باثولوجي، اللي هو انزيماتيك ديفيشنسي عملت باثولوجي معين فبتسال عليه في الامتحان. جزئيه الاستراكشر والمعادلات اللي موجوده عندي، الجزئيه دي ما بقاش عليها اسئله في الامتحان زي الكليه. فبالتالي طبعا الهاجس اللي عند الناس من البايوكيمستري المفروض يجي عند ستيب 1 كده ويتكسر، لان اسئلتها في الامتحان فعلا ايه ممتعه، بس انا افهمها بشكل معين. بالنسبة لموضوع النهاردة فاحنا هنتكلم عن الجلايكوليز. في البداية كده يعني ايه اصلا جلايكوليز؟ جلايكوليز يعني اوكسيديشن اوف جلوكوز. ايه الهدف اصلا من الجلايكوليز؟ ايه انا بعمل الجلايكوليز ده ليه؟ عشان احصل على الطاقة اللي هتلزم الخلايا عشان تقوم بالعمليات الحيوية ليها. طب المادة الخام اصلا اللي دخلت عندي في الجلايكوليز اللي هي الجلوكوز انا حصلت عليها منين؟ الجسم بيهضم كربوهيدرات، الكربوهيدرات دي جزء منها موجود في شكل مونوساكرايد، والجزء الاكبر موجود في شكل كومبلكس شوجر، يعني سكرات معقده. طب وايه المشكله؟ الفكره ان انا عشان امتص الكربوهيدرات لازم كلها تبقى في شكل مونوساكرايد، دي قاعده عامه كده على كل الكربوهيدرات. فبالتالي الكربوهيدرات المعقده زي الستارش مثلا والجلايكوجين والكلام ده كله لازم يتكسر لمونوساكرايد، بالاضافه ان حتى لو انا عندي دايساكرايدز لازم برضو تتكسر لمونوساكرايد عشان تمتص. انا عندي خلاص الوقت الكربوهيدرات اتكسرت لمونوساكرايد وامتصت، دخلت لي عندي الخلايا بتاعه الانتستين، عندي طبعا حاجه اسمها الصوديوم جلوكوز كو ترانسبورت ميكانيزم، والصوديوم جلوكوز كو ترانسبورت ميكانيزم ده موجود في اماكن كتير في الجسم، يعني مش بس عندي في الانتستين، ده موجود في اكتر من مكان في الجسم. انا بنقل الصوديوم مع الجلوكوز، واحد طبعا اب هيل واحد داون هيل، عن طريق حاجه اسمها سكندري اكتف ترانسبورت، وده طبعا اتكلمنا عنه في السيل فيسيولوجي. بعد كده الجلوكوز هيبدا يتراكم عندي في خلايا الانتستين، وبعد كده يبدا ينتقل بالديفيوجن لمجرى الدم. طيب انا خلاص الوقت اتكلمت عن الكربوهيدرات، حصلت منها على جلوكوز، عندي في الجسم مجموعه من الترانسبورتر اسمها الجلوت ترانسبورتر، ده دي الترانسبورترز كده بتاعت الجلوكوز، والجلوت ترانسبورتر دي بتختلف فيما بينها من حيث الافينيتي بتاعت الجلوكوز. بمعنى ان انا عندي جلوت ترانسبورتر الافينيتي بتاعته عاليه للجلوكوز، وعندي جلوت ترانسبورتر الافينيتي بتاعته قليله للجلوكوز، لدرجه ان هو ممكن يعتمد على الانسولين في ان هو يزود الافينيتي بتاعته. طيب انا استفدت ايه من المعلومه دي؟ استفدت ان الترانسبورترز اللي الافينيتي بتاعتها عاليه للجلوكوز دي هتشتغل على اقل كميه جلوكوز موجوده عندي في الدم، هتشتغل على البيزال ليفل. فبالتالي بكل بساطه لازم تبقى موجوده في الاماكن او في الاورجانز اللي انا محتاجها تاخد جلوكوز مع اقل كميه، واللي انا برضو محتاجها تشتغل بعيد عن الانسولين، اندبندنت اوف انسولين. يعني مثلا لو الانسولين قل عندي الترانسبورتر برضو هتفضل شغال. فبالتالي عندي جلوت 1 ترانسبورتر، وهو من اسمه النمونيك بتاعه موجود اصلا في اهم اورجنز موجوده عندي في الجسم زي البرين والار بي سيز والريتنا والكلام ده. فطبعا الجلوت 1 ده الافينيتي بتاعته عاليه للجلوكوز، وفي نفس الوقت مش انسولين ديبندنت، يعني مش هيعتمد على الانسولين في ان هو يزود الجلوكوز ابتيك بتاعه. طيب عندي بعد كده جلوت 2، يبقى اول ترانسبورتر عندي جلوت 1، بعد كده عندي جلوت 2، وطبعا 2 النمونيك بتاعه برضو ان هو باي دايركشنال، يعني بيدخل جلوكوز ويطلع جلوكوز، وبرضو النمونيك الثاني بتاعه ان هو موجود في 2 اورجنز. خد بالك ان الجلوت 2 ريسبتور موجود في اكتر من اورجن من الجسم، ولكن يعني الاهم 2 اورجن موجود فيهم واهم 2 اورجن بيعمل فيهم اكشن هم الليفر والبنكرياس، هم دول اللي احنا هنتكلم عنهم في البايوكيمستري. طيب هو موجود في الليفر ليه؟ عشان بكل بساطه لو الجلوكوز عالي عندي في الانتستين خلاص، او عالي في الجسم وانا خلاص خدت كفايتي منه، هبدا اخزن جلوكوز في شكل جلايكوجين، فبالتالي الليفر هيبدا ياخد الجلوكوز عن طريق الجلوت 2 ريسبتور. طيب بالنسبه للبنكرياس، خدنا في الفسيولوجي في الاندوكراينولوجي ان المسؤول عن السكريشن بتاع الانسولين هو الجلوكوز، يعني شكل غريب جدا او علاقه غريبه جدا. الجلوكوز لما بيعلى في الدم بيروح على البيتا سيل
يدخل البيتا سيل يحصل فيه جلايكوليزس، يعني الكلام ده تفصيليا قلناه في الفسيولوجي، يحصل فيه جلايكوليزس يطلع اي تي بي، يقفل البوتاسيوم الشانل اللي موجوده في البيتا سيل، يعمل دي بولاريزيشن، يدخل كالسيوم شانل، الكالسيوم اللي داخل عندي من الكالسيوم شانل ده يفجر الفيزيكلز بتاعت الانسولين ويطلع انسولين. يعني فيما معناه دي مش معلومه مهمه على مستوى الحدث، يعني دي معلومه مهمه في الفسيولوجي. يعني انت عايز تقول لي، انا عايز اقول لك ان الجلوت 2 ريسبتور موجود في البنكرياتيك بيتا سيل في شكل سنسور للجلوكوز، طبعا مع انزيم هنتكلم عنده الوقت اللي هو الجلوكوكينيز. اذا الجلوت 2 ريسبتور موجود عندي في مكانين، المكان الاولاني هو الليفر والمكان الثاني هو البنكرياس. عندي بعد كده جلوت 3، وطبعا الجلوت 3 ده برضو في بعض الوظائف بتاعت الجلوت 1 ريسبتور الافينيتي بتاعته عاليه وموجود في اماكن معينه في الجسم. عندي بعد كده جلوت 4، وده يعني اللي انا بطلق عليه ان هو بتاع عامه الشعب، ده اللي موجود عندي في المصل وموجود عندي في الاديبوس تيشو، وده الانسولين ديبندنت. يعني ايه انسولين ديبندنت؟ يعني النقطه ديت يعني بيحصل فيها ميس كونفيوجن لناس كتير. يعني انت عايز تقول لي ان هو مش هيدخل جلوكوز الا باوردر من الانسولين؟ لا طبعا، خد بالك الجلوت ريسبتور كلها شغاله لوحدها، ما بتاخدش اوردر من حد، ولكن الجلوت 4 دهوت الافينيتي بتاعته للجلوكوز بتعلى بواسطه الانسولين. يعني هو كده شغال وبيدخل انسولين سواء للاديبوس تيشو اللي هو موجود فيه او للمصل السيل اللي هو موجود فيها، ولكن كل الفكره ان اما يبقى عندي انسولين بيطلع، وطبعا احنا قلنا ان الانسولين بيطلع ان ريسبونس تو الهاي جلوكوز، يبدا يخلي الجلوت 4 ترانسبورتر ده ينقل ايه؟ جلوكوز اكتر. تمام. عندي بعد كده جلوت 5، وده هناخد بس معلومه بسيطه عنه كده ان هو 5 4 فركتوز، فاهمني؟ ده بينقل ايه؟ فركتوز. يبقى انا دلوقتي خلاص نقلت الجلوكوز ودخلته جوه الخلايا، عايز ابدا اعمل جلايكوليزس عشان احصل على الطاقه. انا عايز بس افهم الاول، هو انا عملت جلايكوليزس ليه؟ خلاص احنا قلنا الهدف الرئيسي من الجلايكوليزس ان انا احصل على الطاقه اللازمه للعمليات الحيويه، وده طبعا الهدف الظاهر ليها. عندي كمان شويه انترميديت برودكتس بتطلع عندي، يعني شويه مواد كده سايد برودكتس هبدا استخدمها في تصنيع الترايجلسرايدز، وبرده شويه برودكتس بتطلع في النهايه هبدا استخدمها في عمليه تصنيع الفاتي اسيد. انا عايز اوضح لحضرتك معلومه ان الجلايكولوزيس مش هدفها الرئيسي بس طاقه، ده انا ممكن اصنع ترايجلسرايدز وبرده ممكن اصنع فاتي اسيد، وهنشوف الكلام دلوقتي. برضو قبل ما ابدا عايز اخد نبذه كده عن شويه انزيمات، ان كلمه كاينيز ده انزيم بيعمل فوسفوريليشن، خد بالك هو بيعمل فوسفوريليشن ممكن للسبستريت اللي موجود عندي، يعني السبستريت اللي انا مدخلها التفاعل في الجلايكوليزس ممكن يعملها فوسفوريليشن، او يعمل فوسفوريليشن لماده انا جايبها من بره عشان تستقبل الفوسفيت اللي انا طلعته من السبستريت الموجود عندي، وهنفهم الكلام ده بكل تفصيل وقت. النقطة الثانية، عندي انزيم اسمه ايزوميريز، والايزوميريز ده من اسمه بيحول المادة لانذر ايزومر، الكلام اللي هو القديم بتاع البايوكيمستري ده. يعني ايه ايزومر؟ ده يعني شكل او كونفيجريشنال تشينج في شكل مركب معين. يعني انا عندي مركب مثلا مكون من 6 ذرات كربون، عملت اختلاف بس في الكونفيجريشن بتاعه اتحول لمركب اخر، لكن هو بنفس التركيب بس الكونفيجريشن بس اختلف. تمام. عندي برضو دي هيدروجينيز، كلمه دي هيدروجينيز يعني اللي انا بقوله ده مصطلحات عامه مش بس في الجلايكوليزس، ده هتمشي في الميتابوليزم كلها. ده هيعمل اوكسيديشن للسبستريت اللي هو يشتغل عليها، ويعمل ريدكشن للكو فاكتور اللي انا مدخله من بره او للماده اللي انا مدخلها عشان تستقبل الهيدروجين. تمام. طيب خلاص تعالوا كده نبتدي ونشوف الجلايكوليزس. طبعا اما ابص على الـ على الـ على الرسمه دي احس بالتعيد. انا زي ما قلت لحضراتكم انا مش مطالب ان انا احفظ المعادلات كلها بالشكل ده، ده انا مطالب ان في بعض الانزيمات مشهوره ان بيحصل فيها ديفيشنسي فبيجي عليها اسئله في الامتحان. تمام. بتتسال في شكل باثولوجي بحت، يعني هو مش هيجيب لي رسمه زي دي في الامتحان ويقول لي عوض لي عن، يعني قول لي ايه الماده اللي ناقصت هنا، الا لو كانت مرتبطه بباثولوجي معين. تمام. طيب انا دلوقتي خلاص عندي جلوكوز بالترانسبورتر دخلته جوه الخلايا، طب وانا ايه ضماني ان الجلوكوز مش هيطلع بره الخلايا؟ فبالتالي لازم اعمل حاجه احبس بيها الجلوكوز جوه الخلايا، اللي هو ايه؟ اللي هو هحط له فوسفيت. طب انا هعود نفسي ان الذرات دهيت ذره الفوسفيت اللي انا هاخدها دهيت
دايما هاخدها في التفاعلات دي كلها من الاي تي بي. اذا انا دخلت اي تي بي، خدت منه ذره الفوسفيت اللي انا عايزها، ضفتها على الجلوكوز، بقى جلوكوز 6 فوسفيت، والاي تي بي تحول عندي لاي دي بي، وكان عندي كو فاكتور ماغنيسيوم. خد بالك، الجلوكوز لما تحول لجلوكوز 6 فوسفيت بقى كده ترابد جوه الخليه، مش هيطلع. وفي نفس الوقت الانزيم اللي عمل الموضوع ده هو عندي هيكزو كاينيز او جلوكو كاينيز. هو ايه الفرق؟ كلمه هيكزو ده مصطلح عام، اللي هو ده كاينيز بيشتغل على سكر سداسي. كلمه جلوكو كاينيز ده مختص بقى بالايه، بالجلوكوز. والجلوكو كاينيز دايما موجود في الليفر، الهيكزو كاينيز ده موجود في اي تيشو عندي في الجسم، لكن الجلوكو كاينيز ده خاص بالليفر. يبقى تاني كده يا جماعه، انا خلاص نقلت الجلوكوز جوه الخليه، بعد كده قمت ضايف الجلوكوز فوسفاتاي عشان اعمل له ترابنج جوه الخليه، دخلت اي تي بي وطلعت. انا لحد الان ما طلعتش طاقه، ده انا خدت طاقه اهو، دخلت اي تي بي طلعت عندي اي دي بي. طيب احنا عايزين نحول الجلوكوز لانذر ايزومر، يعني شكل فراغي مختلف او كونفيجريشنال تشينج في جلوكوز. فحولت الجلوكوز 6 فوسفيت بالايزوميريز لفركتوز 6 فوسفيت، انا بس غيرت في شكله شويه كده. التفاعلات دي بتحصل بطريقه انسيابيه كده في الخلايا يا دكاتره. طيب ده بقى نقطه التحول عندي، انا وصلت هنا للريت ليميتنج انزيمز. فعندي تو باسويز، الباسوي الاولاني فوسفو فراكتو كاينيز 2 وفوسفو فراكتو كاينيز 1. خد بالك انا لحد الان بتكلم في كاينيزس اهو. طيب احنا خدنا معلومتين كده في الفسيولوجي عن الانسولين، ان الانسولين بيقلل نسبه الجلوكوز في الدم عن طريق ايه؟ ان هو بيدخلها جوه الخلايا. مش بس كده، ده بيساعد الخلايا انها تعملها اوكسيديشن، ده بيساعد الخلايا انها تحرقها عشان تحصل منها على طاقه. فجيت انا هنا للنقطه بتاعت الانسولين، اكتب لي جنب الجزئيه دي عندك كده في الكتاب انت بتابع منه، يورلد دي بتتسال في اليورلد، يعني في سؤال مباشر في اليورلد على النقطه دي، وطبعا اتسالت في الامتحان قبل كده. فاذا الفركتوز 6 فوسفيت بالفوسفو فراكتو كاينيز 2 اتحول لفركتوز 2 و6 بيسوسفيت. يعني انا عملت ايه؟ انا ضفت فوسفاتاي كمان اهو، ما احنا قلنا كاينيز، انا ضفت فوسفاتاي وخدتها من اي تي بي فتحول لاي تي بي. طب انا برضو وصلت هنا لطريق مسدود، طب ازاي الانسولين بيعمل اكتيفيشن؟ يقول لك الانسولين بيعمل اكتيفيشن للباسوي ده بشكل غير مباشر. ازاي؟ انا لما صنعت الماده دي، اما عملت اكتيفيشن للفوسفو فراكتو كاينيز 2 ده هو، طلعت ماده اسمها فركتوز 2 و6 بيسفوسفيت، ضفت عليها فوسفاتاي، الماده دي راحت عملت اكتيفيشن. خد بالك انا صنعت كميه قليله منها، يعني الماده دي اللي هي فركتوز 2 و6 بيسفوسفيت انا صنعت كميه قليله منها، الكميه القليله دي راحت عملت اكتيفيشن لفوسفو فراكتو كاينيز 1. خد بالك وانا بتكلم في ان ده ريت ليميتنج انزيم، ده من اهم الانزيمات في التفاعل. فبالتالي الفوسفو فراكتو كاينيز 1 دوت حول لي الفركتوز 6 فوسفيت هو 1 ده كان 2 لفركتوز 1 و6 بيسفوسفيت. يبقى تاني كده المعلومه ديت، الانسولين زود لي الباسوي دهوت، فالماده اللي طلعت عندي عملت اكتيفيشن للفوسفو فراكتو كاينيز 1 فبالتالي اداني فركتوز 1 و6 بيسفوسفيت. اخد بالي برضو انه جلوكاجون بيعمل العكس هنا، يعني الانسولين عمل ستيموليشن، الجلوكاجون بيعمل انهبيشن. طب خلاص انا وصلت بقى لمرحله الفركتوز 1 و6 بيسفوسفيت، انا عندي انزيم اسمه الدوليز هيعمل لي كليفج للماده اللي موجوده عندي اللي هي فركتوز 1 و6 بيسفوسفيت لتو باسويز مختلفين عن بعض، كل واحد هيدي نواتج معينه. الباسوي الاولاني الماده المشهوره اللي هي اسمها داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت او اختصارا ذهب، وطبعا ده الباسوي اللي من خلاله هصنع الترايجلسرايدز، هصنع جليسترول 3 فوسفيت. الجليسترول 3 فوسفيت ده هو اما ان انا ادخله في عمليه الترايجلسرايد سينثيسيس، اللي هو بجيب شويه فاتي اسيدز ثلاثه فاتي اسيدز وام رميتهم بيه واعمل ترايجلسرايدز دهون، او ان انا ادخله الالكترون شاتل، وطبعا كل واحد من المواضيع ديت شابتر مستقل في الميتابوليزم. يبقى تاني كده يا جماعه، انا بالالدوليز عملت المادتين دول، الماده الاولانيه الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت والماده الثانيه الجليسر دايت 3 فوسفيت. الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت دهوت بالجليسرول 3 فوسفيت دي هيدروجينيز، خلاص احنا اتفقنا على كلمه دي هيدروجينيز ان هو هيختزل، هيعمل اوكسيديشن للماده ديت ويختزل ماده بره.
اداني التراي جليسرول سيريفوسفيت اللي هيدخل في عمليه تصنيع التراي جليسرايد. طيب اخد بالي بقى ان الاثنين دول ايزومر لبعض، تمام؟ يعني الاثنين دول نفس التركيب بالظبط، بس الشكل الفراغي بتاع الذرات بتاعتهم الترتيب بتاعهم مختلف بس، ولكن هم نفس التركيب. يبقى اذا الاثنين دول ممكن يتحولوا لبعض عن طريق ايزومريز. خد بالك اللي بيعمل يعني التحكم في الامر ده او التحكم في الانزيمات ديت كلها بناء على حاله الجسم، على حاله الطاقه بتاعه الجسم. يعني عندي مثلا الفركتوز الفوسفركتوكانيز 1، هو امتى يحصل له انهيبيشن وامتى يحصل له ستيموليشن؟ هيحصل له ستيموليشن لو مستوى الطاقه عندك في الجسم قليل. يعني ايه؟ يعني عندك كميات عاليه من الاي ام بي الادينوسين مونوفوسفيت، فمنطقي جدا. طب امتى يحصل له انهيبيشن؟ اما يبقى عندك كميات طاقه عاليه، اما يبقى عندك اي تي بي عالي. ده كانها بالظبط نيجاتيف فيدباك. بالاضافه الى ان البيروفيت اللي عندي في الاخر ده دكاتره كمان شويه هنعرف ان هو هيتحول لاستايلكو ايه وهيدخل في الكريبس سايكل ويديني ستريت. فلو انا عندي الستريت عالي برضو ده يعمل انهيبيشن. يبقى تاني كده الفوسفوفراكتوكينيز 1 ده اهو يتعمل له انهيبيشن. خد بالك انا بركز على ده بالذات ليه؟ لان ده الريت ليميتنج انزايم. هيتعمل له انهيبيشن امتى؟ اما يبقى مستوى الاي تي بي عالي ومستوى الستريت عالي عندي. طب امتى يحصل له ستيموليشن؟ اما يبقى عندي مستوى الطاقه قليل، اما يبقى عندي كميات كبيره من الاي ام بي. واللي انا بقوله ده هو يمشي على كل حاجه، على كل انزيم موجود عندي في التفاعلات دي. يعني لو انا عندي الطاقه عاليه خلاص ودي الجلايكوليزيس في سكه تصنيع اصلا ايه الترايجلسيرايدز والليبيد. طب خلاص عندي دلوقتي الجليسرول 3 فوسفيت دي هيدروجينيز بالانزيم اللي اسمه جليسردهايد 3 فوسفيت، عفوا ده جليسرول 3 فوسفيت بالانزيم اللي اسمه جليسردهايد 3 فوسفيت دي هيدروجينيز، واحنا اتفقنا ان الدي هيدروجينيز دهوت هيعمل لي اوكسيديشن للسبستريت بتاعتي وريدكشن للماده اللي انا دخلتها من بره. بالاضافه ان دول 3 فوسفات يعني هيضيف فوسفاتين، فبالتالي اداني مركب اسمه 1 و3 بس فوسفوجليسيت، وده مركب عالي الطاقه. طيب ما انا الوقت عملت اوكسيديشن للماده دي المفروض اعمل ريدكشن لحاجه بره، فبالتالي دخلت عندي ان اورجانيك فوسفات اللي هي جت في شكل واحد ده اهي، وفي نفس الوقت دخلت عندي ناد اشتال الهيدروجينات بقى ناد اتش، حصل له ريدكشن بقى ناد اتش. تمام الناد اتش ده برضو من ضمن المركبات اللي انا ممكن كمان شويه هنتكلم عنها هتدخل الالكترون ترانسبورت تشين عشان تديني طاقه لو كان في عندي ميتوكوندريا او 2. انا برضو عايز انوه على النقطه ان انا في الجلايكوليزيس بحصل على الطاقه في شكل مباشر عن طريق حاجه اسمها سبستريت ليفل فوسفوريليشن، او بيبقى عندي حاجه زي الناد اتش كانها بوكر كوين كده بروح اغيرها واجيب بدلها طاقه من الكترون ترانسبورت تشين، او ان انا يبقى عندي مواد عاليه الطاقه تدخل سايكلز ثانيه زي مثلا البيروفيت فيديني طاقه. وهنشوف الكلام ده دلوقتي. فخلاص انا وصلت لمرحله ان انا دلوقتي عندي 1 و3 بسفوسفوجليسريت. يبقى عندي بعد كده انزيم اسمه فوسفو جليسريت كاينيز هيحول لي الفوسفوجليسريت ل 3 فوسفوجليسريت. ايه ده؟ ده انت مش انت قلت ان الكاينيز بيعمل فوسفوليشن؟ اه ما هو والله هو خد الفوسفاتات اللي كانت موجوده هنا وقام بدل ما يعمل فوسفوليشن للسبستريت بتاعته عمل فوسفوليشن للاي دي بي دهوت وقام حوله اي تو بي، وده اول تفاعل ينتج منه طاقه. ده اول تفاعل اسمه سبستريت ليفل فوسفوريليشن. يعني انا كل التفاعلات اللي عندي هنا بتاخد طاقه، ده انا اول اي تي بي يطلع عندي هنا. يبقى اذا انا حولت الواحد ل 3 بسفوسفوجليسريت ل 3 بسفوسفوجليسريت وطلع عندي طاقه خزنتها في الرابطه بتاعه الاي دي بي الادينوسين دايفوسفيت اتحول لاي تي بي. تمام بعد كده عندي انزيم اسمه ميوتيز. طب انت عديت الحته دي ليه؟ الار بي سيز. طب ما ممكن الواحد و3 بسفوسفوجليسريت دوت خد بالك يتحول ل 2 و3 بسفوسفوجليسريت. فاكرين من الفسيولوجي ال 2 و3 دي بي جي ال 2 و3 بيسفوسفوجليسريت او دايفوسفوجليسريت ده كان بيعمل ايه؟ ده دي الماده اللي كانت بتروح تتحد مع البيتا تشينز بتاعت الهيموجلوبين عشان تقلل الافينيتي بتاعت الهيموجلوبين الاوتو ده اهو كان بيروح يتحد مع البيتا تشينز بتاعت الهيموجلوبين عشان يقلل الافينيتي بتاعت الهيموجلوبين الاوتو عشان يعمل انلودنج للاكسجين.
فده كان بيزيد لما يكون عندي ماسل اكسرسايز، ده كان بيزيد لما يكون عندي شيفت اوف ذا كيرف تو ذا رايت، فاهميني؟ انا قللت الافينيتي بتاعه الاكسجين للاو 2. يبقى تاني كده يا جماعه، يبقى اذا الار بي سيز ده بتحول الواحد داتا بيسفوسفوجلسريت لهدف، بتحوله لايه؟ الاثنين وداتا بيسفوسفوجلسريت، تمام، عن طريق انزيم اسمه ميتيز. فطبعا ده بيتحد مع الهيموجلوبين عشان يعمل انلودنج للاوتو، وفي نفس الوقت ده برده ممكن يرجع تاني يتحول ل 3 فوسفو جليسريت. طيب نرجع تاني للتشين بتاعتنا، بالميوتيز اتحول ل 2 فوسفو جليسريت، انا بس يا دوب نقلت الفوسفاتات اللي موجوده عندي. بالانوليز اتحول لفوسفو انول بايروفيت. بعد كده برضو عندي تفاعل مهم، الفوسفو انول بايروفيت بالبايروفيت كاينيز. لو خدت بالك معايا هتلاقي كل التفاعل كاينيزس، بالبايروفيت كاينيز اتحول لبايروفيت. طب مش كان في فوسفيت هنا دلوقتي؟ ما الفوسفيت اللي كان موجود انا قمت رايح ضايفه على الاي دي بي، اتحول لاي تي بي. انت عايز تقول لي ايه؟ انا عايز اقول لحضرتك ان ده تاني تفاعل سبستريت ليفل فوسفوليشن. يعني دلوقتي انا عندي اهو اول واحد، يعني اول سبستريت ليفل فوسفوليشن، وده تاني سبستريت ليفل فوسفوليشن. النقطه اللي انا موجود فيها دلوقتي دي بقى نقطه تحول. ازاي؟ اما ان انا يكون عندي او 2 وميتوكوندريا، اصل التفاعل ده كله تم في السيتوبلازم. فالوقت اما ان انا يكون عندي او 2 وعندي ميتوكوندريا، فاقوم مدخل البايروفيت ده اهو مع الاو 2 ادخله الميتوكوندريا، يروح في اتجاه من اتجاهين. الاتجاه الاولاني ان هو يدي استايل كو ايه ويدخل في عمليه تصنيع الفاتي اسيد، او ان هو يدخل التراي كاربوكسيليك اسيد سايكل الكريبس سايكل ويديني سي او 2 واي تي بي، وده مصدر من مصادر الطاقه. تاني كده النقطه دي، ان انا يكون عندي اول حاجه او 2 وميتوكوندريا في المكان اللي انا هعمل فيه التفاعل دهوت، فالبايروفيت اللي يطلع عندي ده اهو هدخله الميتوكوندريا عشان يدي حاجه من حاجتين. الحاجه الاولانيه استايل كو ايه، وادخله في عمليه تصنيع الفاتي اسيد، ولو خدت بالكم انا عندي تراجل سايد وعندي فاتي اسيد اهيت، او ان هو يدخل التراي كاربوكسيليك اسيد سايكل الكريبس سايكل عشان ينتهي به المطاف ان هو يديني سي او 2 واي تي بي، تمام. طب فلنفرض ان انا مش في ايروبيك، ما عنديش او 2 في انيروبيك جلايكوليز، لا حضرتك البيروفيت دهوت هيتحول للاكتيت. وبرده هيحصل نقطه ثانيه كمان، ان الناد اتش اللي انت طلعته هيتحول لناد، تمام. يبقى ثاني كده يا جماعه، البيروفيت ده لو انا ما عنديش او 2 وميتوكوندريا هيتحول للاكتيت، انا بقيت في انيروبيك جلايكوليز، والناد اتش اللي انت طلعته هيبقى ناد. طب لو انا في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ خلاص يبقى الجلايكوليز ده اكتفت بالاثنين اي تي بي لكل جلوكوز. التو سبستريت ليفل فوسفوليشن، لما انا اجمع الطاقه في الاخر كده هلاقي التفاعل ده، لو انا بتكلم في انيروبيك جلايكوليز هلاقيني بعمل ايه؟ بطلع اثنين اي تي بي لكل جلوكوز. طيب فلنفرض ان انا عندي ميتوكوندريا وعندي او 2 والدنيا تمام خالص، يعني يبقى انت طلعت السبستريت ليفل فوسفوريليشن، تمام، دي نقطه. والنقطه الثانيه ان انت دخلت البيروفيت فاداك طاقه، والنقطه الثالثه ان انت خدت الناد اتش اللي احنا اتكلمنا عنه دوت واديته حاجه اسمها الالكترون ترانسبورت تشين، وده طبعا برضو شابتر مستقل بذاته كده، بدلته ب 3 اي تي بي او حولته لفات اتش 2 واداني اي تي بي، وهنشوف الكلام ده بعدين. يبقى يا جماعه انا في اخر المسار، اما ان انا هتكلم في ان انا يكون عندي اوتو ميتوكوندريا، او ان انا بتكلم في ان انا يكون عندي انيروبيك جلايكوليزس. يبقى اذا ده بالنسبه للجلايكوليزس. يبقى يا جماعه تاني كده، الهدف من الجلايكوليزس عندي ان انا اطلع طاقه. النقطه الثانيه ان انا ممكن كمان اطلع ترايجلسرايدز او اصنع فاتي اسيد. النقطه الثالثه كمان ان انا ممكن اطلع 2 و3 باي فوسفوجلسريت او بيس فوسفوجلسريت عشان تتحد مع البيتا تشين بتاعت الهيموجلوبين، عشان يعمل لي ايه؟ عشان يديني انلودنج للهيموجلوبين. طيب اخد بالي ان البايروفيت كاينيز دوت ساعات بيحصل فيه ديفيشنسي، وده يعتبر تاني اشهر انزيماتيك ديفيشنسي في الـ يعني الار بي سيز او الخلايا الدم عامه بعد الجي 6 بي دي ديفيشنسي، تمام. البايروفيت كاينيز دوت ممكن يحصل فيه ديفيشنسي وبيعمل لي طبعا هيموليتيك انيميا، نتيجه ان الاثنين وثلاثه دي بي جي دوت بيتراكم بكميات كبيره فبيمسك في الهيموجلوبين، فبيقلل الافينيتي بتاعت الهيموجلوبين للاوتو، فبغير شكل الار بي سيز
فاما شكل الار بي سيز طبعا بيتغير، احنا عارفين ان اي تغير ولو بسيط في الار بي سيز بتروح تتكسر على طول في السبلين، وطبعا البيروفيت كاينيز ديفيشنسي ما بيبقاش فيه هاي انزباط. انا طبعا مش عايز اخوض في الموضوع ده لانه مشروع تفصيليا في الهيماتولوجي في الشابتر الهيماتولوجي بالباثولوجي. ماشي يا دكاتره، يبقى اذا ده بالنسبه للجلايكوليسيس، وطبعا الباسويز الاخرى ان شاء الله ناخدها في الشباتر الجايه. شكرا.